مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وبيتجدد موعدنا معكم فريدة الخادم. زي ما تعودنا دايما كل حلقة بنناقش موضوع مس كتير مننا. النهاردة هنتكلم عن المرأة المصرية. قهر المرأة كلمة كبيرة جدا، قهر المرأة في البنت الصغيرة اللي بتشقى في البيوت عشان تصرف على أهلها، وفي البنت اللي بتبيع نفسها عشان تقدر تغسل كليتها لأن ما بقاش فاضل منها غير شوية لحم، في الست اللي لسه فاكرة إن ظل راجل ولا ظل حيطة فتدي كل اللي وراها واللي قدامها الواحد ممكن يكون أبعد حاجة عن كلمة راجل، في الست اللي بتحب وتضحي من قلبها وبعد كل ده جوزها يتجوز عليها واحدة في سن بنتها. سؤالنا هو مين المسؤول عن قهر المرأة؟ إيه الظروف اللي أدت لوجود فكرة قهر المرأة في مصر؟ هل الظلم بجميع أشكاله ممكن يحول من إنسان عادي لمجرم؟ هل المرأة المصرية لما بتغلط ممكن المجتمع يديها فرصة تانية؟ ولا القهر والظلم وصل لحد كده؟ هل مجتمعنا قابل يعترف بأخطائه عشان نواجه مشاكلنا؟ ولا لسه بنقول إن كله تمام وما فيش حاجة؟ اللي انتوا شفتوه ده كان جزء من مسلسل سجن النساء اللي كان عبارة عن بحث وتحليل وتقديم لنماذج عن كل أنواع قهر المرأة اللي أكيد موجودة في مجتمعنا. ضيفتي هي مخرجة هذا العمل، معايا كاملة أبو ذكري. مساء الخير، مساء النور، منوراني في الاستوديو. ميرسي، بنورك. عايزة أسألك أول حاجة، كاملة أنت في الفترة الأخيرة كل أعمالك مهتمة بالست المصرية، ليه؟ لأني ست مصرية، و بصي الفنان آخرة النهار بيحاول يعبر عن تجربته الشخصية بشكل أو بآخر، وعمله بيكون لازم يكون حاجة استفزته بسبب تجارب شخصية. وأنا مهنتي مش سهلة، وما كانش قبلي كتير ستات في المجال، فيه سيدات طبعا مخرجات كتير ناجحين مصريين، لكن مش عادي ومش سهل، ونحت في الحجر كتير وتعبت كتير لحد ما وصلت للي انت فيه بالظبط. هسألك حاجة تانية، مين المسؤول عن قهر المرأة في مصر؟ سؤال كبير، بس يعني قوليلي كده في العموم مين المسؤول؟ لا، سؤال كبير قوي وأكيد ما لهوش رد يعني مباشر، بس لازم نتفق إن المجتمع فيه الراجل والست، فأكيد المسؤولية تقع على الاثنين، لأنه خلي بالك الست برضه هي الأم. طبعا الأم اللي بتربي عيالها بتمييز، بتربي عندها ولد وبنت في البيت، فالولد ممكن يفضل قاعد في اوضته طول النهار، والاخته هي اللي تدخله بصينيه الاكل يعني، وهي برضو بتذاكر وهو بيذاكر، هو يخرج يسهر وهي ما ينفعش تنزل. فهو يعني المجتمع كله مسؤول، ومش مش هلوم الراجل على قهر على ده، بس ده يوديني بقى لنقطه ثانيه، يوديني نقطه فكره سجن النساء. هل سجن النساء سجن النساء خارجي، يعني سجن بجد مكان بنروحه، ولا هو سجن داخلي جوه كل ست مصريه؟ طبعا هو سجن، يعني فكرة المسلسل في الاخر بتبين، فاكرة الجملة الغالية قالتها لصابر يا صابر، السجن مش سور عالي ومش حيطة ومش زنزانة، هو السجن حقيقي جوه كل واحد فينا، وهو في ناس ما بتعرفش تكسر السجن ده، وفي ناس باختيارها للأسف، وده النوع الأصعب الواحد مش بيفهم ازاي هي نفسها بتسجن نفسها. كاملة هسألك سريعا، المجتمع بتاعنا بيواجه مشاكله ولا لسه ما بيواجهش ومش بيعترف؟ بصي طبعا يعني فريق. اسهل قوي ان الواحد ما يكونش في موقف، يعني هم عشان سجانه وهي في الموقف ده واخدها بصفه شخصيه، فمتعاطفه معاها متفاهمه طبعا. ولا لا؟ سريعا. لسه قدامنا شويه. لسه شويه. نورتيني يا كامله، ميرسي جدا، ويعني اتمنى تبقي معانا تاني ونشوف اعمال جامده جدا ليكي تاني. فاصل ونرجع لكم تاني ومع زميلتي سوزي. سلام عليكم.